يا مجنونة إماراتية، أحس إني فرحانة. أباك دوم تفتخرين ببلادك يا بنتي وتكتبين عنها. أنا كتبت في دفتر الإمارات قصيدة من 7 أبيات. والإمارات يا بنتي قصتها من أروع القصص. يا جدي قولي شو قصتها؟ قبل ما أقولك قصتها، أنت شو تحبين؟ أنا أحب كتبتها وأحب باب بيتي وشيا أمي وأبوي، أحب الشارع ومدرستنا والبحر واللبن والبر، أحب كل الناس اللي فيها، وأحب كل يوم الصبح أقول عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا. يا الإمارات ارفعي هذا الجبين وادخلي التاريخ من 2000 باب. قصتك عجوبة كتاب السنين واتحادك صار عنوان الكتاب. يا Yeah.